الكلف هو واحد عبارة على واحد الخلل في يعني في التصبغات أو في التصبغ ديال البشرة. البشرة كيكون عندها دائما كنرجعوا للخلايا اللي كتفرز لنا واحد المادة كتسمى الميلانين. هذه الميلانين هذه ملي كتفرز بطريقة غير منتظمة كتفرز بطريقة عشوائية ولا كيكون واحد الإفراز مفرد ديالها اش كيوقع كتفرز أكثر من القياس ديالها وكتولي داكنة وهو اللي كيعطينا هاد الكحولية هو اللي كيعطينا هاد اللون هذا. فالبلايص اللي كيكونوا مقيوسينش فكيكون التلوين عادي. البلايص اللي كيكون فيهم خلل كتولي هاد الميلانوسيت كتفرز الميلانين كثيرة بزاف. فلما كتفرز هاد الميلانين اللي هي في الأصل ديال اللون ديالها كيكون أسود فتحت البشرة كل واحد والبشرة أو كل أخت والبشرة ديالها من تحت منها كتولي كتبان هاد الميلانين هذه. فاللي كتكون البشرة بيضاء كتبان كبقع باينة كبيرة. البشرة لما كتكون سمراء كتكون شوية أقل يعني ضرر. أو البشرة اللي كتكون عندها داك السواد يعني كتكون قاتمة بزاف فما كتكونش كتبان هاد البقعة هذه. وفي الغالب هاد البشرة هذه اللي كتكون قاتمة فهي بشرة اللي كيكون عندها الإفرازات منتظمة وكتكون أقل كما كنقولوا أكثر مقاومة للعامل الأساسي اللي كيعطينا هاد البقع ملي كنتعرضوا ليه اللي هو الشمس. لأن الأشعة فوق البنفسجية ومع الأسف أن احنا كانوا عندنا لي زي في بي ولي زي في ا يعني الاشعه فوق بنفسجيه باء والف ولكن دابا كاين ما يسمى بالاشعه فوق بنفسجيه سين سي اللي هي خطير على البشره ديالنا واللي هي كيخصها واحد الحمايه دائمه ديال واقي الشمس لان العديد من الاخوات ما كيستعملوش واقي الشمس. وهاد الاشعه فوقاش ظهرات مع الاسف هو بتغير الحاله الايكولوجيه ديال يعني ديال الارض يعني بالتلوث بظهور يعني سحابات حمضيه اللي كيكون فيها مواد كيميائيه مواد اللي كتعطي التلوث وهذا الشيء كامل هو اللي كيكون من الاسباب المباشره باش كياثرنا على البشره ديالنا. هذا الشيء اللي هضرنا عندنا واحد الانسان او واحد الاخت اللي الصحه ديالها عاديه يعني ما كتعاني من حتى شي مرض. على غرار ان كاين في بعض الحالات بعض الامراض اللي كيمكن يعطيونا هذه البقع يعني امراض اللي كيكون عندها علاقه بالكبد امراض اللي كتكون عندها علاقه بالغده الدرقيه امراض اللي كيكون عندها علاقة كذلك بأخذ بعض الأدوية واحد المدة طويلة والله يشافي الجميع ولا يقعد وسادهم على خير. كتكون عندها علاقة كذلك بتعرض الإشعاعات أو مواد كيميائية ما هو حل للناس اللي كتعاني من مرض السرطان وكاين علاج كيميائي أكيد أكيد. ولكن الحمد لله في الكثير من الحالات الحمد لله كتعود ترجع البشرة للحالة الطبيعية ديالها. وواحد المسألة اللي كيغفلوا عليها بزاف الأخوات اللي كيمكن يكون سبب في ظهور هذه البقع هو النقص في الفيتامين بي 12. النقص في الفيتامين بي 12 اللي هو الانسان اللي فقد هذه القيمه ديالو كيفقد بزاف ديال الامور يعني الحركيه يعني الانتباه ما كيبقاش وما بينهم كذلك ظهور هاد المشاكل ديال البقع في البشره. يعني اول حاجه الانسان ملي تكون عنده واحد المشكل ديال تغير لون البشره ديالو ولا التصبغات ضروري ما يجري بعض الفحوصات ويدير بعض التحاليل باش يعرف واش ما عندوش مرض عضوي والامور كتقاد. غنحاولوا نديروا واحد الكريم اللي غتصلح لتوحيد لون البشره ديال الوجه والرقبه والجسم. غنصايبوا كريم نحاولوا نديروا واحد الكريم كبيره. اذا الكريم ديالنا شنو غنديروا فيها؟ غنديروا فيها معلقه كبيره ديال زيت السلميه. غادي نديروا معلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس. معلقه كبيره ديال زيت البرتقال. اذا عندنا السلمية نوار الشمس البرتقال معلقه كبيره معلقه كبيره من كل زيت. هادو كاملين غنخلطوهم بسته ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي او زبده الشيا بيغ دو كاريتي ولا لو بيغ دو شيا راه هو نفس التسميه. وكنخلطوهم في حمام ريم حتى كيتخلطوا مزيان باش كيذوب كلشي. كنديروه في واحد البواطه ديال الكريم اللي تكون كبيره شويه وهذا كندهنوا به كل ليله ما كنقطعوش يعني في الليل كندهنوا به نقدروا نستعملوه ككريم ليلي للبشره والرقبه يعني بشره الوجه والرقبه والجسم ونستعملوه جميع انواع البشره جميع انواع البشره. وهذا خصو يكون عندهم في الصيف لان حتى الوليدات الا مشاو مثلا لابيسين ولا البحر ولا غيتشمشوا منين يرجعوا في الليل ياخذوا ديك لادوش ديالهم ويديروا لهم هذه الكريمه فهي غادي تعاونهم كذلك يعني في الترميم في توحيد لون البشره. حتى داك البرونزاج الا كانوا باغيينه راه غادي يعطيهم واحد البرونزاج يعني متناسق يعني داك الميلانين كتفرز بواحد الطريقه منتظمه في الجسم ديالك. اخوات كيسولوك دكتور عماد واش كثره الحموضه في المعده ممكن حتى هي تعطينا بقع في الوجه؟ لا سؤال مهم ما عندها حتى شي علاقه ما عندها حتى شي علاقه لان
الحموضة ذاك عاوتاني مرض آخر، وفي الغالب الكلف في الوجه الأمراض اللي كتكون عندها علاقة هي واحد الأمراض اللي كيمكن تأثر لينا على الغدة أو دوك الغدد الزهمية أو الغلاند سيبوريك اللي هما كيكونوا كيفرزوا الدهون، وكذلك الميلانوسيت هذوك الخلايا اللي كتفرز لنا الميلانين. إذا هنا شكون هو اللي كيكون عامل مباشر في, 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 في تغيير واللي كيدير لنا الاضطراب، سواء خارجي كيتسمى عامل ميكانيكي أو عامل خارجي اللي هو أشعة الشمس فوق البنفسجية، إلا درنا على العامل الداخلي هو اضطرابات في الهرمونات. لأن الهرمونات إذا كان فيهم واحد الاضطراب، وداك الشيء علاش جبدنا بعد الأمراض الهرمونية منهم الغدة الدرقية، داء السكري كذلك يمكن اللي يعطينا هذا المشكل هذا. فهادو هما اللي كيمكن ياثروا لينا مباشره، وكذلك اللي نسينا هو تعفنات ديال الميكروبات، حتى هما كيمكن يكونوا اسباب مباشره في ظهور البقع. تعفنات فطريات نعم فطريات، او بعض الحالات كاين فيروسات اللي كتكون كما كنقولوا حنايا كتاتاكي، يعني كتمشي لدوك الخلايا اللي كتفرز لنا الميلانين، وكتكون كتعطي فيها بعض الالتهابات حتى هي كيمكن تعطينا هذا المشكل هذا. السؤال ديال احلام منتصر، كتقول لك عندي بشره مختلطه ولات عندي بقع بنية في الخد ديالي بحل الكلف، وبداو كيبانوا لي خطوط صغار في جبهتي. انا في العربية كنت عرض للأشعة ديال الشمس بزاف، ولكن ما كنقدر ندير حتى شي حاجة لوجهي. بغيت نسول دكتور عماد. نعم، فاول حاجة خصك دير واقي الشمس، يعني واقي الشمس، والحمد لله دابا راه البوادي كل شيء ولا قريب عندهم الحمد لله، وخاصة الصيدليات، فضروري ان بعد تاخذ واقي الشمس، لان واقي الشمس ضروري. وشحال من واحد غادي يقول وا دكتور عماد حنا الناس في الباديه راه كاينه، يعني كتكون امور صحيه ودي، ولكن الوقت تبدلات يعني الا جيتي تشوف حتى في الاراضي مثلا، ولا في الزراعه، ولا في هذيك، راه ولا كيتستعمل بعض المواد الكيميائيه، ولا كيتستعمل لي زونغري، ولا هذه، يعني حتى الحياه ديالنا تبدلات، الحياه ولات فيها واحد لو ستريس، يعني ذاك البنيه او ديك البشره ديال الانسان ديال واحد الحقبه ديال الزمان في البوادي ماشي هو ديال دابا، لان هما كيتاثروا بالتغيرات ديال الحياه كما كيتاثروا الناس ديال الحاضره. فاذا الاخص ديالنا ضروري بعدا خصها دير ليكرون توتال، يعني واقي الشمس ضروري، هذاك هو مؤكد. بالنسبه للباديه فنقدروا نديروا واحد الوصفه اللي غادي نستافدوا منها من المواد اللي كتكون عندنا في يعني في تما، يعني كتكون في الباديه وموجوده. فغادي ناخذوا واحد نص جزره اللي غنحكوها، وغادي ناخذوا واحد النص ديال البطاطا حتى هي غادي نحكوها، وغادي ناخذوا المعدنوس حتى هو كنحكوا فيه شويه. اذا هاد الخلطه هذه هي واحد الخلطه كتسمى خلطه فيتامينات طبيعيه. علاش الجزر عندنا البيتا كاروتين موجود، البيتا كاروتين هو المرمم اللي ملي كنحطوا على البشره ديالنا كيرجع لها ديك الحيويه، كيرجع لها ديك الشبابيه ديالها، كيرجع لها المناعه. البطاطا فيه واحد النوع ديال الالياف مهمه جدا. هاد الالياف شنو كدير؟ كتعطي التبييض. البطاطا الانسان الا حك غير البطاطا على وجهه وخلاها واحد المده ديال ثلث ساعه وغسلها، فكتعطي واحد الفائده هائله. معدنوس ما كتنشفش البشره، ما كتنشفش الا خلينا الا درنا 15 دقيقه حتى ل 20 وغسلناه ماشي مشكل. المعدنوس هو واحد التركيز كبير ديال فيتامين سي، واحد التركيز كبير ديال السيليسيوم والسيلينيوم، هادو مواد مهمه. وكتسمى كاين لاكزيوكسونتين كتعتبر من مضادات او كتعتبر من مضادات الاكسده، فوالا دي زونتي اوكسيدون فور، يعني مضادات الاكسده المركزه. فهاد الخلطه غادي نخلطوها، قلنا غادي نحكوا شويه ديال المعدنوس، نص جزره نص بطاطا بالقشور ديالها، غير نغسلوهم مزيان، وغادي نحطوهم في واحد الوعاء في الثلاجه. غنوليو ناخذوا هذا الخليط هذا كنخلطوه، وكنوليو ناخذوا معلقه صغيره منه ومعلقه كبيره من اللي توفر عندنا، سواء الياغورت الطبيعي ما كاينش، نديروا الجبن مثلا، داك الجبن اللي كيتستعمل، ما لقيناش نديروا غير الحليب، غير معلقه كبيره ديال الحليب ونخلطوهم، ونديروا القطن ونخلطوا به البشره ديالنا، واخا يكون غير الماء غير يتمسح على البشره ديالنا، نخليوه حتى ينشف واحد المده ديال نصف ساعه، ومن بعد كنغسلوه. هذه العمليه نديروا حتى لثلاثه المرات في الاسبوع ماشي مشكل، ونداوموا عليها. فهي كتوحد لون البشره وكتعطينا حيويه للبشره ديالنا، وخاصه في هذه الفتره هذه اللي كيكون درجه الحراره مرتفعه. بزاف ديال الاخوات فاش كيكونوا في الفتره ديال الحمل ما كيستعملوش الواقي الشمس. فبعدا الا كانت ما كتستعملوش راه منين يوصل غير الحمل، يعني تعرف راسها راهي حامله، خصها تبدا دير واقي الشمس. علاش تفادي لهاد المشاكل؟ لان دابا انت شوف ما دارتش واقي الشمس بواحد الثمن اللي كيكون يعني معين، ها هو دابا كنوليو كنخسروا
بزاف ديال الادويه وهذه باش نحاولوا نرجعوا داك الاثر. لان علاش البشره كتولي جد حساسه ب 20% او ب 20 مره اكثر من ما كتكون عليه فاش ما كتكونش المراه حامله. أيه. لا في تغير الهرمونات لا في البشره ديالها لا في بزاف ديال الامور. يعني خصنا ضروري نديروا واقي الشمس يكون يلازمنا في الفتره ديال الحمل. هو خصنا نديروه ديما ولكن الحمل بدون نقاش. هادشي اللي سولتها باش ان شاء الله النساء وخواتاتنا اللي هما حاملات يفهموا هذه المساله باش يستافدوا وما يوقعوش في هذا المشكل. ولكن حنا ان شاء الله غادي نعطي وصفه اللي غنداوموا عليها. ولكن الاخت ديالنا كنقول لها خصك تمشي تاخذي واقي الشمس وديريه، لان كل ما درتيش واقي الشمس كل ما غيتزادوا البقع مع الشمس. السؤال ديال ظهيره اللي كتقول لي انا حامله في الشهر ديالي السابع وخرج لي الكلف في الثدي ديالي ماشي في وجهي، مع انه زعما ما انا مغطي على الشمس. بغيت نسول دكتور عماد واش ندير شي وصفه دابا اولا نتسنى حتى نولد؟ فالكلف يقدر يكون ماشي كلف، يقدر يكون نمش، يقدر يكون فطريات، لان حتى الفطريات حتى هما كيعطيونا واحد اللون اللي كيكون بني كيشبه الكلف. فهنا كيخص التشخيص ديال طبيبه او طبيب ديال الجلد. صافي تمشي عنده وغادي يشوف الحاله شنو هي، وما عندها مناش تخاف، لان الا كان فطريات ضروري خصها تعالجها باش ما تنتقلش هذه الفطريات للجنين ديالها. نعم. طيب عندنا السؤال ديال حنان كتسول على ولدها او لبنتها عفوا في عمرها 3 سنين، قالت لك اسيدي اللون البشره ديالها ما بقاش موحد بسبب شنو هو السبب؟ قال كاسيدي دارت ليها زيت أرغان ودهناته خرجتها للشمس كانت فيها بوشويكه. فهاد الشيء من برات اللون بحال الوجه بحال بقى مطبع ما موحدش فيه اللون. بنيتها في عمرها 3 سنين. نعم. شنو دير ليها؟ والو غتستعمل غير زيت اللوز الحلو تقادها ليها به فهمتيني في الصباح وفي الليل، وتخلي البنوته ان شاء الله راه ملي غتفوت هاد السن هذا ديال 30 الحمد لله ان هادشي جا في سن مبكر، راه ملي غتكبر هادشي كلشي غيمشي. طيب. لان البشره كتغير ومع ان شاء الله ملي تبلغ البنوته راه غادي كيتغير حتى التركيبه الهرمونيه ديالها، والحمد لله هادشي كيمشي وما كيبقاش، وهادشي بتجارب يعني ماشي. اذا الزيت ارغان هو مهيج لاشعه الشمس، مهيج فوتو سنسيبل. اذا ما خصناش نديرو في الصيف من الاحسن نديرو في الصيف الا بنات برونزا فقط وكيدار في الجسم. آه. ما نديرو في الوجه ونتقابلو مع الشمس لا. هو غني بالفيتامين او مزيان التجاعيد. فيه الفيتويلاستين، فيه الفيتامين او، يعني هو مزيان يعني. غير هو الفيتويلاستين فيه كثيره، والفيتويلاستين هي اللي كتكون كتهز لينا داك الكولاجين وكتصلح فعلا لشبابيه البشره. كريمه عندها واحد السؤال، هذا السؤال هو وصفه يا دكتور عماد بغات تشاور. مرحبا. قالت لك اسيدي هذه الوصفه فيها الماء ديال مطيشه وفيها الخرقوم ودقيق الأرز. طبيعة الحال شفتها في الانترنت، قالت لك السيدي كتبيض البشرة واش مزيانة أو لا دكتور عماد؟ كنشكروا بعض الأخوات أن بعدا كيديروا هذه البادرة أنهم كيستعملوا الحاجة كيسولوا. الله يجازيكم بخير مزيان. وشكرا على هذه البادرة لأنها بادرة جيدة باش تحميوا راسكم وتحميوا الأسر ديالكم. فأول حاجة هذا الوقت راه اللي مشات دارت مطيشة على وجهها تعرف بان غتجيها واحد الحساسيه مفرطه، وتجيها واحد الحموريه لان فيها واحد ليكوبين، ولكن كاينين دي بيغمون روج، دوك لي بيغمون ليكوبين اللي كيعطينا داك التلوين الاحمر كيكونوا من المهيجات ديال الحساسيه. طيب. ومع اشعه الشمس مفرطه دابا اللي كاينه، والانسان ما كيكونش داير واحد العنايه كامله للبشره ديالو، اش كيولي التهيج ديال المواد الحساسيه دوك لي زيستامين اللي كيكونوا عندنا في البشره ديالنا. وبالتالي شنو كيمكن يوقع؟ كيمكن توقع واحد الاحمرار مفرط، وفي بعض الحالات داك الاحمرار اللي ما كيتعالجش يعني كيبقى حتى داك الاحمرار كينتقل الى بقع سوداء اللي هضرنا عليها، وهنا القضيه المساله صعيبه. دقيق الرز الله يجازيكم بخير انا بغيتكم تحيدوا من القاموس ديالكم ديال الوصفات الطبيعيه، لانه ما كيجي موراه الا المشاكل. الرز سلقوه وكلوه استفدوا منه اكثر، لان فيه لوغيزول، فيه الاملاح المعدنيه، فيه لي فيتامين بي ديال جروب بي. هذاك الرز والله هذه كنقولها يعني كنصيحه اخويه، راه معلقه كبيره ديال الرز ولا جوج الا كليتوها غتفيدكم البشره ديالكم اكثر من انكم تحنوا الرز وديروا لوجهكم. لان علاش اختي؟ لان حنا كنعيشوا في واحد البلد الحمد لله ديال الشمس،
وبلد اللي كتكون فيه أشعة الشمس موجودة، وهذا البلد ما كيصلحلوش أننا نديرو مواد اللي كتنشف البشرة، لأن الرز والدليل أنتم دابا ملي كتلقاو كتساراو كما كنقولوا حنايا كتصفحوا في عالم الإنترنت، راه دائما مثلا كيقول لك إذا طاح لك التليفون في الماء فين كديرو؟ كديرو في الرز. يعني كيقول لك ما تشعلوا مادي وديروا في الرز حتى ينشف من بعد الحيل اللي كتحيد الماء من التليفون، وهذا دليل على أن الرز يقاوم الرطوبة، يعني كيمتص الرطوبة وكيمتص الماء. فالرز اللي درتو على البشرة اللي هي مرأة كما كنقول أو أخت على ربعة في المغرب كتعاني من بشرة جد 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 حساسية، جد حساسة أو كتكون فيها حساسية مفرطة. أمينة أنوار كتقول لك دكتور فوائد العلك الصحراوي والزيت الكوكو واش مفيد للوجه؟ العلك الصحراوي مزيان مزيان، غير هو خصو يتدق مزيان ويتغربل وندير واحد نصف ملعقه صغيره ديالو، ولكن خصو يسخن، خصنا ضروري نديروا ليه نص كاس صغير ديال، احسن حاجه نص كاس صغير ديال الحليب الساخن، نخلطوا مع هذيك نص ملعقه صغيره وكنديروه على البشره ديالنا وعلى الرقبه ديالنا، وكنخليوه مده ديال ثلث ساعه ومن بعد كنغسلوه، وهذه العمليه نديروها جوج المرات في الاسبوع فغادي تعطينا نتيجه احسن. خديجه بغات تسولك على واحد الوصفه، ولكن هذه اللي تبيض المناطق الحساسه. ايوه مرحبا. غير هذه الوصفه هي قالت لك رائجه في مواقع التواصل الاجتماعي، فعلا انا شفت هذه الوصفه هذه. غير فيها واحد الكريم انا ما نقدرش نقول سميه ديالو، ماركه عرفتيها دكتور عماد. هذا الكريم سيدي قالت لك كيديروا معاه الزيت عرق السوس وزيت اللوز المر. بغات تعرف رايك دكتور عماد واش ديرها ولا لا؟ عرسها قرب بغات المنطقه الحساسه. اول حاجه دابا هو عرق سوس، عرق سوس باش نفهموا هذه المساله. الحمد لله احنا كنا سباقين وكنتسباق في برنامج حديث ومغزل، فاش عطينا الوصفات بعرق سوس وبينا عرق سوس والفائده ديالو. واذا الناس ملي كتاخذ واحد الماده مثلا، حيت دابا نشرح لك، دابا كيولي الانسان كيجتهد واحد الاجتهاد من راسه، ولكن واحد الاجتهاد اللي ماشي هو علمي. دابا كنسمعوا مثلا العرق السوس كيعطي التبييض، صافي غندخلوه في كل شيء، غنديروا منه الزيت، غنزيدوا عليه خمسه ديال المكونات اخرين، الانسان كيختار، وهذا الشيء ما كاينش. ان مثلا الا خدينا عرق السوس اللي فيه لاغليسيريزين، لاغليسيريزين عندها واحد القواعد ديالها، عندها واحد طريقة ديال الحفاظ عليها والاستعمال ديالها، لأن مثلا لاغليسيريزين إلا خوينا عليها غير مثلا واحد العصير ديال البرتقال وبغينا نديروها للبشرة ما غتعطيناش الفائدة ديالها. ضروري أنها مثلا تسخن. فإلا بغيتوا أنكم تستعملوا ونديروا، واخا بغينا نستعملوا واحد 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 الوصفة للمناطق الحساسة ونستعملوا فيها عرق سوس، فيكفي أننا ناخذوا معلقة صغيرة ديال عرق سوس مطحون، معلقه صغيره، وديروا نص كاس ديال زيت نور الشمس، خلطوهم ديروهم فوق العافيه، تبدا تغلق شويه ونطفيو عليها، نخليوها ثلاث ايام باش ديك لاغليسيريزين تمشي لينا وتذوب لينا مزيان في هذاك الزيت، نصفيوها وهذيك الزيت نوليو كندهنوا بها مساج كل ليله في المناطق الخاصه اللي كيكون عندنا فيها هذا اللون الداكن، ومع الوقت كيولي كيصفى. وهانتوما درتوا وصفه سهله بسيطه واللي ما غتكلفكمش بزاف. نعم، عندنا وصفه ديال الاخت غزلان بغات تشاور معك فيها دكتور عماد، فيها دقيق الحمص، فيها الحليب مجفف، دقيق الارز، ماء الورد، كتستعملها جوج مرات في الاسبوع، واش مزيانه لبقع الشمس؟ فهي اللي غتزيد البقع، وهي اللي غتنشف البشره، وهي اللي غادي تعطيها حساسيه مفرطه. علاش؟ لان كاين عندنا تما الطحين ديال 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 الحمص، عندنا ياك الرز حتى هو طحين ديال الحمص والرز والحليب وقليل مجفف، فهذو كلهم تركيزات لمواد كتعطي الحساسيه. علاش؟ لان كتنشف لنا البشره من ذاك الماء اللي كيكون فيها اللي كيعطيها المرونه ديالها، وبالتالي كتعطينا مضاعفات كبيره على الصحه ديالنا. اذا نحاولوا نتجنبوهم، نحاولوا نتجنبوا هذه المواد. بحال دابا كما قلنا احنا القطاني كاملين اللي كتستعملوه، لان بزاف الناس كتستعمل غير الحمص مطحون هكاك وكيتحط على البشره، كاين الناس اللي كيعطيهم حساسيه مفرطه. فباش نستافدوا من القطاني اللي هما كيكون فيهم لازوت، ذاك لازوت فوقاش كنستافدوا منه حتى كيسخنوا. اذا ضروري ما كنسلقوا هذاك الحمص مثلا في الماء، وهذاك الماء اللي سلقنا فيه غير هذاك الماء كنصفيوه ونديروه في الثلاجه، نوليو ندهنوا به البشره ديالنا والرقبه ديالنا ونخليوه نصف ساعه ونغسلوه، غنستافدوا منه اكثر اننا نديروا هذه الخلطه كامله فيها هاد المكونات. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.